فبنحكي لكم صباح الخير من جديد. هاي المحاضرة تكملة المحاضرات الماضية. احنا almost we finish in multiplier. وصلنا المرة الماضية لعند هاي السلايد. اوكي هسه بحكي لنا انه انا to produce properly signed or unsigned 128 product. انه انا الناتج احتمال يطلع عندي signed او unsigned. في عندي instructions اللي هم multiply MUL أو multiply high أو multiply high unsigned أو multiply high unsigned عفوا signed unsigned. This is the basic instruction. ومنلاحظ إنه أنا بهمني هاي multiply multiply high multiply high unsigned multiply high signed unsigned. أوكي تفاصيل instructions موجودات بآخر الكتاب instruction set. معناته أنا بهمني إذا بدي أضرب رقمي كيف كنت أنا أعمل add مثلا R1 R2 R3 كان الريجستر الثالث يزيده للريجستر الثاني ونحطه بالريجستر 1. بدل add ممكن أقول multiply. وضحت الفكرة؟ chapter 1 اللي أخذناه كان في instructions تعمل multiplication. لا كان add وسب. فالتالي هون احنا ضفنا instruction multiply. بس فهمانين او عندنا تصور كيف شكل الهاردوير وكيف بيشتغل. اوكي طيب to get the integer 64 bit product the programmer use mul. اذا انا بدي استخدم ال mul instruction بيعمل integer multiplication. هسا في عندنا خلينا نحكي هي هاي البيسك instruction. في عندنا variations يعني هيك نسخ معدلة منها. To get the upper 64 bit of 128 product معناته أنا في عندي ناتج والسايز تاعه 164 bit. إذا بدي الـ upper 64 the programmer use بيستخدم multiply high إذا كان both الأوبرند are signed أو إذا كان both أوبرند unsigned بنستخدم multiply high unsigned. بس إذا كان one operand is signed and the other unsigned نستخدم هاي. إحنا عادة ما راح نخش بالتفاصيل هيك لأن of course it is not assembly. يعني ما في وقت إنه أنا أركز على assembly كثير. أنا عندي مواضيع ثانية بدنا نغطيها زي الممر. إيش الفرق بين المالتبلاي والمالتبلاي هاي؟ ما إحنا هون المالتبلاي هاي المالتبلاي بتكون unsigned integer. هسا أنا معي؟ المالتبلاي هاي اذا كان البوث الاوبرانت سايند. طيب اذا كان الاثنين ان سايند نستخدم المالتبلاي هاي ان سايند. احنا دائما نستخدم هذه اللي انا بدي الانتجر اذا كانت الاوبريشن بستخدم المالتبلاي. احنا دائما المالتبلاي لحالها ايش بتكون يعني الاثنين كمان ساين؟ دقيقه عندك كتاب بي دي اف اوكي فبخصوص الانستركشنز انه انا في عندي different variations. اوكي فهون مثلا بيحكي لي this is arithmetic core instruction. هاي الانستركشنز اوكي هون multiply multiply w فالثنتين اني multiply word. ايش بيعمل؟ بيستخدم الرقم اللي بيضربه من 0 ل 63 يعني اول 64 بت. معي؟ الملتبلاي هاي يستخدم ال 64 بت الهاي اللي هم من بت رقم 64 ل 127 اللي هو خلينا نحكي الجزء الاعلى منها. بس نحن لو نطلع على ارقام البتسون واضحه ولا مش واضحه؟ يعني الملتبلاي لحالها بتمثل اللي هي الابر لل هاردوير سيستم للمالتبلاي هيك ال هون المالتبلاي بيخ هي ايوه هاي اذا ملاحظين البتس هون بين 64 ل 127 عندهم مو الهاير بت. اوكي هسه ركزوا راح نروح بعديها على الديفيجن. اوكي حلو انه دائما احنا فتحنا السلايدات او الانستركشن. فانا عندي مالتبلاي في عندي ديفيجن. يوم احكي له ديفيجن أو division word أو division unsigned فبيعمل register source واحد
بيقسموا على source 2 بيحطوا بالdestination. هون لا، كان source 1 مع source 2 ويحطوا بالdestination. احنا بنعرف انه اذا انا عملت multiplication لرقمين الناتج بيكون اكبر من الرقم الكبير، صح؟ أصل اذا انا قسمت source 1 register source 1 على register source 2 شو راح يصير؟ راح يطلع الناتج اصغر من source 1. اوكي، احنا هون بنتعامل بالانتجر، لانه لو انا اقسم على رقم اصغر من واحد الناتج بيكبر ولا لا؟ يوم اقول لك 2 تقسيم نص شو راح يطلع؟ 4. ليه؟ لأن المقام أقل من واحد، فإحنا نستخدم integer multiplication division. أوكي؟ طيب هسا راح نروح نكمل على ال أوكي؟ فحكينا في عندنا different variation للmultiply. على الأغلب إحنا راح نستخدم خلينا نحكي البيسك. انا كان هون في عندي هدفين، اول شيء اتعرف على الهاردوير، بشوف بعدين اشوف different variation من instructions. اوكي، بالاخير مشان نعمل conclusion نحكي انه المالتيبليكيشن هاردوير simply بشكل بسيط شو بيعمل؟ shift and add. معناته انا عمليه المالتيبليكيشن من خلال عمليه الضرب المتكرر، صح هيك عملنا؟ shift and add as derived from the paper and pencil. بعدين لاحظنا انه احنا شرحنا كيف انا اعمل multiplication على ورقة وقلم في اي طريقة من ايام المدرسة، بعدين حولتها لهاردوير. اوكي، اللي هي اخذناها ايام المدرسة. طيب ليه؟ لانه انا مش موضوعي بهذا الكورس اني اعمل design لمور efficient multiplier. انا ممكن اعمل design لmultiplier كثير كثير simple. اوكي، compiler even use shift instruction for multiplication by power of 2. هاي اخذناها، والكوز امبارح كانت معنا شغله زي هيك، انه انا بدي اضرب multiply by 8 فصارت shift logical left باستخدام 3. فانا بدل ما اضرب بعمل shift. اوكي، with much more hardware we can do the adds in parallel and do them in faster. هسه فعليا اذا اي operation بدي اخليها parallel operation مشان اسرع، برلل مشان يكون اسرع، بس ما في شيء ببلاش، شو لازم يكون عندي هاردوير زياده. اوكي، هيك بنكون كملنا ايش الملتيبليكيشن. في تفاصيل اكثر، في تفاصيل ممكن اعطيها بس انا مش التوبك تاعي اعطي اكثر من هيك. بعد الملتيبليكيشن بدي اروح على الموضوع الثاني، شو هو؟ الديفيجن. طيب على ورقه وقلم انه انا بدي اخذ هاي، بدي اروح على الرسمه اللي على الشمال اذا ملاحظينها، هاي ارقام بالديسيمال شباب او الاحراك انه هاي يارا روان صبايا. ففي عندي رقم، نطلع هون شو الرقم اللي بدي اقسمه، نطلع على الشمال شو هو الرقم، حاسينه كبير صغير او شو هو الرقم اللي بدي اقسمه، شو المقسوم شو المقسوم عليه؟ اللي هو 8 اللي هو مش بالباينري. لا هذا الرقم مليون مش عادي. اوكي، هذا ديسيمال. في شغله بس انا حاط لي هو الاساس 10 مشان يريحني. ليه؟ لانه واحد وصفر بيقدر تتعمل يعني تحسبه كباينري او كديسيمال. اوكي، بس فعليا انا عندي رقم، اذا جيت اوكي بدي اقسم A على B، احنا ال A شو بنقول عنه؟ البسط، ال B المقام، او ال A المقسوم، وال B ايش؟ مقسوم عليه. المقسوم عليه، فالمقسوم اللي هي dividend. اوكي؟ المقسوم اللي هون كتبناها. اوكي؟ المقسوم عليه divisor. اوكي؟ divisor. طيب بدي يطلع ايش؟ الناتج اللي هو الكوشنت، وفي عندي ريميندر الباقي. احنا دائما بنطلع المقسوم عليه 4 ديجيت، معناته باخذ اول 4 ديجيت من المقسوم اللي هي 1001، بتقسم او بتعطيني 1، صح؟ بنجي نضرب بتعطيني 0 مش عارف شو، بطرح، صح هيك كنا نعمل؟ صح. بيطلع عندي 1 وصفار، نيجي بننزل الصفر هاي بننزلها هون، ما بتقسم بنحط الناتج صفر،
بعدين من نزل الواحد هاي صارت هيك تقسم لا بتقسمش بعدين من نزل الصفر صارت أربعة ديجيت اقسم بيطلع عندي واحد اضرب بيطلع عندي واحد صفر 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 بيطلع الناتج عشرة صح هيك؟ صح طب هذا الرقم نفسه بدي أروح على المثال الثاني اللي هو بدي أقسم رقم باينر على رقم ثاني يطلع عندي هسه الرقم هنا لو حولنا اللي هي 217 خلينا نقول بدك تقسمه على 11 راح يطلع عندي 19 والباقي 80 طب نعيد المثال هذا نفسه على السريع انه انا باخذ اربعة ديجيت 1 1 0 1 ليش اخذت اربعة ديجيت لانه المقسوم عليه 1 0 1 1 اربعة ديجيت فباخذ اربعة ديجيت من المقسوم مشان اشوفهم بقسموا على المقسوم عليه فعندي واحد صح الواحد بدي اضرب يطلع عندي واحد صفر باجي زي قسمته لا يعني تاعت المدرسه بطرح صح ايش بطرح واحد واحد طيب اثنين هذا مثلا بنزل الواحد نزلنا الواحد صارت هون ما بقسمش صفر بعدين نزلنا الصفر صار هون بحط صفر بعدين او مش يعني لسه الرقم صغير فنزلنا ايش اوكي طلع الناتج هون نزلنا الصفر ردينا نزلنا الصفر اوكي هسه هذا الرقم ايش بعطينا واحد بدي اضرب 1101 1101 هاي اطرحها من هاي بعطيني 1001 اللي هو 9 بس هون ايش 11 برد ينزل لي اخر واحد بصير الرقم 5 ديجيت اوكي بقسم بعطينا 1 1 ضرب 11 11 اطرحها بيطلع هذا الناتج طيب على ورقه وقلم الامور تمام اوكي على الكمبيوتر نفس الورقه والقلم تراي تو سي هاو بيج ا نمبر كان بي سبتراكتد الرقم اللي انا بدي اطرحه كرييتنج ا ديجيت فور ذا كوشنت اون ايش اتريشن اذا ملاحظين كل اتريشن انا شو قاعد بسوي بطلع ديجيت من الناتج ولا لا يعني الناتج اللي هو 10011 طلعته وان شوت ولا بيت باي بيت او ديجيت باي ديجيت طلعته ديجيت باي ديجيت ديجيت باي ديجيت طيب عمليه اللي طلعته كنت اجمع ولا اضرب ولا اقسم ولا اطرح هسه احنا بدك تعلم ولد صغير بدك تقول له 7 تقسيم 2 7 تقسيم 2 كيف بدك تعلمه؟ تيجي بتقول له في معك 7 تفاحات صحيح كنا نعلمه مش عارف كيف يطلع التفاحة ولا لا؟ صح تقول له 7 تفاحات إلك وأخوك كل واحد قديه بياخذ بجوز يقول لك إله لأني بحبش التفاح مثلا طب إذا الوضع طبيعي شو بتقول له؟ قسمهم صح؟ معناته أنا بدي أعمل بتقول إنه أوكي هاي إلك لأخوك إلك لأخوك إلك لأخوك كل واحد أخذ 3 بظل واحد صحيح بنعملها في شغلة اتذكروها عملية الضرب عملية جمع متكرر وعملية القسمة عملية شو؟ طرح متكرر طرح متكرر طيب يعني subtraction طيب بدي أسأل سؤال بالديجيتال متذكرين الفور بيت باينري ادر سبتراكتور او بعد هاي هاي الرسمة متذكرينها شو هاي كانت تعمل addition subtraction ولا لا صح ف addition subtraction they are the same circuit هسه المالتيبليكيشن صار addition division subtraction ثم هو نفسه الادر بقدر استخدمه سبتراكتور راح نشوف انه بالاخير نفس الهاردوير اوكي هذا هون انا ما في شيء جديد ما في معلومه جديده بس ريفرش انه انا كيف بقسم على ورقه وقلم انا بالاخير الكوشنت الناتج لو ضربته بالديفايزر بالمقسوم عليه وجمعت له الناتج بعطيني المقسوم صح يوم من هون
قال لك اثنين، قل له متأكد؟ قال لك اه احنا اثنين، كل واحد اخذ ثلاث حبات، ظلت حب زيادة بعطيني سبعة. صح هيك بنرجع نتأكد انه ناتج العملية صحيح؟ مصح. طيب هون في عندنا سيركت، طلعوا عليها تشبه اللي اخذناها قبل شوي، هي نفسها مش بتشبهها. اوكي متمثلة وراء أبر. سوري ما اسمع. هون كمان في لور وابر زي الملتبلاي. اه هسه انت هناك اذا متذكري كان في لور وابر، ليش؟ بدي ارجع الرسمه هون ليه؟ لانه انا كنت اتعامل مع هذا الرقم، اجمع هذا الرقم مع هذا وارجع، صح؟ وهون احط في الملتبلاي واعمل شيفت للبت اللي مشان البت بناء عليها اجمع ولا ما اجمع، صح ولا مش صح؟ اه صح. يعني انا عندي ريجستر، شوف عندي ريجستر بدي استغله، الريجستر بقسم نصين بستخدم كل نص لحاله، هاي كان الهدف منها. هسه هون في شيء مشابه، طب شو هو؟ راح نشوف. طيب وي ستارت وذ 64 بت كوشنت ريجستر 60. مبدئيا في عندي الناتج راح احط فيه 64 بت تكون السايز تاعه، شو هو؟ شو السايز تاعه؟ هاي الكوشنت، الكوشنت شو هو؟ صح في الريزلت او الناتج ولا لا؟ في 64 بت مبدئيا صفر، زي هون طلعوا هون الناتج مبدئيا شو كان عندي؟ صفر، بعدين بس طلعت معي واحد، بعدين صفر صفر واحد واحد، هذا الناتج ما طلع معي هيك دايركت، طلع معي بت باي بت. فانا هون انتوا لازم تكونوا شوي متفائلين، ليش؟ انا نفس السيركت معناته ما في عندي شيء كثير يعني. اوكي طيب each iteration of the algorithm needs to move the divisor to the right one digit. وين الديفايزر؟ هذا هو يحرك لليمين 1 ديجيت. اوكي هاي معطيني شيفت رايت. طيب الديفايزر شو هو؟ اللي هو المقسوم عليه. اوكي طيب we start with the divisor placed in the left half of 100. اوكي هسه فعليا المقسوم عليه 64 بت، اوكي بس انا حطيته بريجستر 128، معناته فعليا ما راح يكون يستخدم الريجستر كله، صح ولا لا؟ مبين ريجستر سايز تاعه 128 وجبت رقم السايز تاعه 64 بت، بدي احطه باليمين ولا بالشمال؟ باليمين. هون وي ستارت ان ذا ليفت هاف. اوكي نحطه باللفت، لانه بدنا نعمل شيفت رايت فبنحطه باللفت. هسه من ايش ديفايزر بنحطه؟ وين؟ باللفت هاف اوف ذات 128 بت ديفايزر ريجستر اند شيفت ات رايت. بنعمل شيفت رايت 1 بت، كل مره بعمل شيفت 1 بت ايتش ستيب تو الاين ات وذ ذا ديفايدند. اوكي مشان انه ايش نعمل الاينمنت يكونوا على نفس خلينا نحكي الارقام فوق بعض مشان نعمل الاينمنت. معناته أنا صار عندي تصور الكوشنت الناتج مبدئيا صفر، بصير أدخل له بيت باي بيت بالتدريج، هنا الديفايزر الريجستر دبل ذا سايز وبالتالي بحط فيه السايز 128 بحط فيه 64 بت بحطها بالشمال وبعملها شيفت لليمين، ذا ريمايندر ريجستر طب الباقي is initialized with the dividend. مبدئيا الريميندر شو فيه؟ الباقي. لا هو الباقي بس بلشنا بالمقسوم. هون مبدئيا الريميندر ريجستر، ما هو احنا شوفوا احنا في عندي ريجستر بدي احط فيه initial value، فالريميندر أو الباقي بحط فيه المقسوم مبدئيا. طب المقسوم كيف؟ بدي أرجع سوري بدي أجمع لهون، يعني إحنا بنحط فيه المقسوم بعد عملية القسمة بيجي فيه بنحط الباقي يعني. هسه أنا بحكي لك صح، قلنا لولد صغير عندك سبع تفاحات بدك تقسمهم إلى كل أخوك، شو بده يستخدم؟ بده يستخدم أصابعه خلينا نحكي أو هون، صح ولا مش صح؟ بيجي بيقول لك أوكي عندك
اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة. بيجي بيقول لك أوكي هاي إلي وهاي لأخوي، قديش ضل عندي؟ خمسة. بعدين بيجي على أصابعه، تخيل إنك أنت لو إني عندك ممنود أصابع بتقول إنه هاي إصبع بشيل اثنين، بعدين بنقول هاي إلي وهاي لأخوي، قديش ضل عنده؟ ثلاث. أوكي بعدين بيحكي لك هاي إلي وهاي لأخوي، شو ضل عنده؟ واحد. مبدئيا المقسوم كله باقي، بس شوي شوي انت بتصير تشيل منه، بس يوصل عنده حب التفاح إله ولا لأخوه هاي ولا لواحد، فهي الباقي. وصلت. تخيل انك انت قدامك ولد صغير، اخوك الصغير مش عارف مين، بتقول له مد اصابعك بدي اعلمك كيف تقسم، بتشيل اصبعين بسبعة، بتشيل اصبعين بظل خمسة، بتشيل اصبعين بظل ثلاث، بتشيل اصبعين بظل واحد، تقول له خلاص هاي اترك هيك، نفس المبدأ يعني it's simple. اوكي وبالتالي انه الريميندر ريجستر انيشيالي في الديفايدر. اوكي طيب the computer isn't smart enough to know in advance where the device whether the divisor is smaller than the divider. اوكي ديفايدر هسه فعليا الكمبيوتر مبدئيا it's not smart بحيث انه لحاله انه يعرف لك انه الديفايزر اصغر من الديفايدنت. اوكي ماشي هسه الديفايزر هو المقسوم عليه والديفايدنت المقسوم، طب اذا المقسوم عليه اصغر من المقسوم بتبلش القسمه صح؟ اذا 7 تقسيم 2 بقدر اقسم ولا لا؟ صح. طيب 7 تقسيم 9 بقدر أقسم؟ الناتج صفر والباقي 7 صح؟ معي ولا مش معي؟ احنا قاعدين بنعمل انتجر ديفيجن، 7 تقسيم 9 صفر. صبايا او يعني اسمع صوتكم يعني عشان احس انه انتم معي فاهمين علي. 7 تقسيم 9 صفر، بعدين انا اصلا جايب ورقه وقلم مشان اكتب، اذا حدا شارك ازيد علامه ونص علامه يعني. طيب 7 تقسيم 9 صفر والباقي 7، فالمقسوم 7 لحالها بالضبط يعني هيك قصدي. لا احنا قاعدين بنعمل انتجر اوبريشن مش فلوتنج بوينت. ضروري يعني ما بنستخدم غير الانتجر بالديفيجن؟ لا هو مش ضروري، هو فيه بس رح نشوف كمان اول شيء شغله ظل 10 دقائق رح تنتهي الزوم سيشن، بس مش مشكله بنعيدها. لا فلوتنج بوينت موضوع مع سؤال. طيب انتوا السلايدات انا يوم احطهم حاولوش تبحثوا شو فيهم عن تشوفوهم. هاي فلوتينج بوينت هون ما بعرف فلوتينج بوينت هو موضوع بشابتر 3 بس لقدام شوي راح نكمله. ما حدا عمره شافه او حاول يطلع السلايدات مسبقا يعني. فالفلوتينج بوينت او اذا اشي اقل من واحد هذا بنسميه فراكشن صح؟ معي ولا مش معي؟ طيب برجع للمثال الولد الصغير بنقول له 4.5 ولد صغير قلت له معي 4 دنانير نص تعطيك لك ولأخوك، شو بقول لك الناتج مباشرة شو بيطلع شاطر؟ قديش كل واحد؟ أيوة. بتقول له بالله كيف حسبتها؟ بقول لك زين سهلة، الأربعة كل واحد ليرتين والنص فرطها كل واحد ربع صح ولا مش صح؟ صح. حتى لو اعطيته كاش اعطيه اياهم بقسم لك المصاري الجماده لحال بعدين الافراط برد يقسمها لحال. اوكي ففعليا بالديفيجن الرقم الصحيح بنقسمه لحال والرقم الكسري او العشري الاقل من واحد برد نقسمه لحال. وضحت الفكره؟ يعني الافراط لحال والاجماد لحال بالاخير هيك يعني. اوكي فهون يعني بنعملهم كانتجر مش كفلوت.
نعملهم كنوعين مختلفه يعني ما هي هيك هسه بياخذ الانتجر بيقسمهم لحال والفلوتنج والفراكشن بيقسمهم لحال. انا بسال سؤال، متذكرين بماده الديجيتال اللوجيك ديزاين يوم كنت تحول من باينري لديسيمال؟ يوم كان عندك 1 1 1 0 0 1 1 هذا الاساس 2 من نحوله لاساس 10 كنت تاخذ هذا لحاله تحوله 1 2 4 يطلع معك 7 بعدين تاخذ لي هذا لحاله تحوله ويطلع لحاله صح؟ صح. فهون العملية نفس الاشي حاليا we are talking about integer division زي ما اخذنا قبل شوي integer multiplication اوكي؟ المقسوم بيكون بالريميندر ليش؟ لانه احتمال انا ما اعمل قسمي زي ما قلنا 7 على 9 فبحط هون بحط 7 اوكي؟ هون بحط 9 خلاص بتطلع المقسوم اقل من المقسوم عليه فبيطلع الناتج 0 والباقي 7 صح؟ صح. هون الكمبيوتر مش سمارت هل يشوف انه المقسوم اقل او اصغر من المقسوم عليه. نرجع للهاردوير اللي معنا اوكي؟ الهاردوير اللي معنا اللي هو هون حكينا عنه احنا لو نطلع عليه هون الناتج هنا المقسوم هنا المقسوم عليه ولا لا؟ ماشي. هاي الالجوريثم فالالجوريثم في خطوات محددة. أول إشي subtract the divisor register from the remainder register. أحلى بدي أطرح هاي منها. واحد يشرح لي النقطة هاي بالله إذا سمحتوا بعدين يوم أقول حدا يشرح لي مش ببلاش يعني أوكي؟ مع الدفتر ومعي ورقة وقلم مشان أسجل مين بيشرح لي. يلا الخطوة الأولى فرصة. مع حدا بده؟ أنا لسه متذكركم المرة الماضية روان ورزان ويا رواي كل واحد أخذت يا علامة يا نص علامة. اليوم حدا بده ياخذ شيء ولا ما بدكم؟ هلا بحاول يعني افكر ليش انه انا نطرحهم مش بس مش طالع معي جواب يعني. انا بقول لك ليش بدك تطرحيهم. برجع لهذا ابو التفاحات. صح؟ هو قصده هون بالريمايند قصده اللي هو المقسوم عليه الاساس المقسوم الاساسي اصلا قبل ما نطلع الجواب. طلع هاي الريمايند ريجستر شو حطينا فيه؟ الديفايدنت المقسوم. يعني هاي ريجستر اتز ريمايندر ريجستر بس شو جويته؟ فاحنا بنطرحهم عشان نطلع المقسوم وهذا المقسوم عليه وهنا الناتج. يعني في فرق بين الريجستر وشو القيمه اللي جويته. هسه انا يوم بدي اسال يوم اقول للولد انت معك السم للسبعة على 2 بهمه الناتج قديش؟ 3 والباقي 1. طب المقسوم اصلا السبعة بهمني احتفظ فيه؟ لا. فالمقسوم اللي هو المقسوم بحطه بالريميندر ريجستر بس انا بدي اصير اطرح منه اوكي؟ وضحت ولا مش واضحه؟ وضحت دكتور. انه هون لما حكيت لنا انه انه عمليه طرح متكرر هاي قصدك صح؟ ايوه ما انا قلت لكم القسمه عمليه طرح متكرر وعمليه الطرح متكرر هون اي اليو نفسها بتجمع اديشن سبتراكشن اوكي؟ يلا فبعمل سبتراكت ذا ديفايزر ريجستر فروم ذا ريمايندر ريجستر اند بليس ذا ريزلت ان ذا ريمايندر ريجستر. اطرح الريميندر ناقص الديفايزر زي ما نقول 7 ناقص 2 قديش صار عندي؟ انا بدي اقسم على التفاحات 7 ناقص 2 5 ماشي. طيب تست الريميندر، الريميندر اقل من صفر؟ بعطيني الصفر. لا اكبر من الصفر اوكي؟ انا قصدي لسه ما هو الريميندر يا انه اكبر او تساوي صفر يا اقل من الصفر. انا قصدي على المثال اللي اعطيتنا اياه اوكي
طب احنا ناخذه زي رقم هون ديجيتال، هسه راح نروح هون على باينري، معي هاي رقم باينري، معي شايفين السلايد؟ فهون طيب احنا انا بدي انا هون السلايد هذا بدي اتبع او افهم الجوريثم. السلايد هون بدي اروح على مثال، اوكي انا هون بجيب لك مثال بسيط هيك خطر معنا انه سمول ابلز، اوكي. طيب الكوشنت هسه شو اللي بصير؟ شفت the quotient register to the left، هذا هو سبعة، بدي يطلع الناتج ثلاثة، قديش طلع الناتج عندي؟ واحد، صح؟ أنا بدي يطلع عندي ثلاث، بدي يطلع الناتج 1-1 لازم. فهون بحكي لي shift the quotient register to the left setting the new right most bit to 1، معناته الكوشنت كان فيه صفار أول شيء، صح؟ بدي يصير للليفت، بدي يصير صفر 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 واحد، هذا الناتج، اوكي. طيب معناته بدي اروح على الخطوه الثالثه. طيب ماشي، شو بده يصير عندي؟ شفت ذا ديفايزر ريجستر رايت 1 بت، هون بدي اروح رايت، اوكي. طيب رايت كم من مره انه انا بدي اعمل شفت؟ ثلاث مرات. لا بعمل لا ما انا صرت هون، بس انتوا تركزوا معي، انا هون بالنقطة الثالثة بآخر اشي بدي اشوف ال 65 ريبيتيشن، ليش؟ لأنه أنا عندي الرقم المقسوم عليه 64 بت، معي؟ فأنا بشوف وصلت ال 65، إذا ما وصلت لسه برد أعيد الموضوع. طيب على فرضنا هذا الموضوع مش مفهوم، السلايد راح يخلص الآن الزوم، راح نروح على المثال هذا نتبعه ستيب باي ستيب، ماشي؟ طيب هنا ايش بده يقسم؟ يقسم 7 على 2 نفس الموضوع using 4 bit version of the algorithm. احنا الالجوريثم تاعنا 64 بت، صح؟ هون 4 بت زي الملتيبليكيشن اذا لاحظتوا، ريش مشان بس نفهم الموضوع. Let's try dividing 7 by 2. السبعة على اثنين، قديش بيطلع الناتج قلنا؟ الناتج ثلاث والباقي واحد. ماشي. طيب إذا بدنا نروح، تتذكروا كنا دائما نقول أول خطوة بنعمل initialization، صح؟ الكوشنت اللي هو الناتج قديش القيمة اللي فيه؟ صفر. صفر. الديفايزر قلنا بستخدم الجزء على الشمال، بحط المقسوم